مش مؤشر الكورة راهي أول مرة ديما، لكن فما حاجات راهي كرة القدم ما فيهاش حسابات. معناتها اليوم يمكن أنت المؤشر نتاع الهزيمة صحيح، لكن في عدد يمكن الفرص اللي صارت في صحيح قولوا يمكن الشوط الأول كان أكثر للوداد، وإحنا تعاملنا معه جيد أننا نعرف نقاط قوة الفريق حدينا منه، لكن في عدد الفرص نظن ان حتى الترجي اليوم بالذات هنا في المغرب بالذات عمل فرص جيده وواضحه للعيان. الكوره معناتها ما فيهاش احكام مسبقه، ماهوش باش يكون ماتش سهل في تونس بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لهم، لكن نظن اللي بحضور الجماهيري بتاعنا معناتها اللي نعرفوه شنو كيفاش يدز مع الفريق توا ما يسالش طول البدايه ربحتنا ونربحوها في تونس ونتعدوا هي ربحتنا في المغرب ان شاء الله. ما هي اول مره ان شاء الله، اول مره الترجي تتعدى على الوداد وهي رابحه في المغرب ان شاء الله. الحاجه هذه مردوده صراحه الاخوي محمد لك انت معناتها شخصك انت، معناتها مش معقول، معناتها نظن ان جماهير الترجي جماهير عريقه في فريق عريق وديما ديما في الحدث جماهير الترجي. معناتها نظن اللي معناتها ان شاء الله هو رادس ديما يكون معناتها مع جماهير الترجي يكون عنده قيمته معناتها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باذن الله نتعدى مقابله كما تعدت اليوم. مقابلة جيدة ويكون فيها معناتها الجمهور هو اللي يعطي رونق كبير للمقابلة إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.